حلو معكم مشاهدينا مع هاند ميد واليوم كل شيء من مستوحى من الخريف من فصل الخريف بدنا نحضر سنتر دو تابليت او اذا بدكم قصص تنحط على طاوله سفره او عشاء او غدا بدنا نحضر هذا الشيء اول شيء منعوز مرتبين فاضي منعوز كبايه كباية فينا نحط فيها البوجي شوف بلا هيك اوكي تنقدر نحطها تنقدر نضويها ومنعوز بلوط اوكي اول شي منجيب الكباية منحطها وحواليها بدنا نحط البلوط يكون عنا أكيد ملقط كمان إذا مثل هون مثلا عندي وقعت حبة بلوط بالنص هيدي زيادة واحدة أصغر اوكي بهالشكل يزبطوا لنويل معك حق توتس كمينة اوكي وكمينة فينا نعمل شي تاني فينا نجيب خيط و نلفه بهالشكل تاني تيب بدنا نجيب كبايات من كل الأحجام وبدنا نجيب أغصان صغيرة من الشجر بدنا نحطهم بالكباية Get
life with commissary. Tell yourself that daily. Never let your mind go crazy. You get no strength from the sun when you're focused on the shady. Listen, maybe you can cash that check and hop in your Mercedes. Or that Ford with two doors. That escort with your two boys. It ain't no matter what you're riding in. You fly like Jersey Shore. They asked you what your situation. You say you've been waiting patiently. If you're feeling like I do, then you can come and wait with me. Rise into the top and you don't want to stop. Olé. نحطهم بالكباية بعدين بنعبي الكبايات مي بهالشكل بيطلعوا كتير حلوين. فينا نعمل شغلة تانية كمان، فينا نحط عليهم بوجي فلوتانت واخر تيب ما عندي كتير وقت بدي فسر لكم كيف بتجيبوا شمعة كتير كبيرة بتجيبوا جنفاس بتقصوا الجنفاس وبتخلوا من هالميلة شوي بتنسلوها اذا بدكم وبتقصوها وبتربطوها على وبتلزقوها على الشمعة بترجعوا بتجيبوا اوتوم ليز مثل هاي نحن لونناها لون اورانج على احمر وبنربطها فوالا هيك اوكي هول هن التيبس لليوم مستوحات من الخريف انا هلا رح اعطيكم ريسيبي اليوم مع الشيف الي عقيقي عنا اليوم شوربة اللقطين والبقدونس بيلزمكم لقطين بطاطا بصل مرقة دجاج كريم زيت زيتون كاري ورق البقدونس ملح وبهار للبير اند براون ستيك ماريناد كمان عنا نقعة ستيك بالبيرة بيلزمكم شرائح لحم البقر بيرة داكنة صلصة ترياكي سكر أسمر ملح بهار أسود بودرة الثوم وزيت نباتي